Good day my friends. How are you today? كيفكن أصدقائي اليوم؟ هل أنتم مستعدين؟ Are you ready? اليوم أصدقائي بدنا نتعلم a new verse. We will learn a new verse. أنا كتير مبسوطة معكم أصدقائي لأنه عم نتعلم إشياء جديدة بمدرستي. وصرنا نعرف نقرأ، وصرنا نعرف vocab، يعني معاني بعض الكلمات. اليوم في عنا نص صغير بدي أقرأ أنا وياكم. بدي تجهزوا حالكم منيح وتركزوا معي. بس قبل خلينا نشوف A beautiful name. A beautiful name. رح أقرأها أول مرة لحالي وبعدين بدنا نشوف شو معناتها ونتعلمها سوا. Everyone has a name. Some are different. Some are the same. Your name can be long. My name can be short. But our names are beautiful and none is wrong. حلوة؟ خلينا نرجع نعيدا بدي قلكم شو معناتها. مين بيتذكر شو يعني name؟ أكيد صرنا نعرف name يعني اسم. My name اسمي أنا. Your name اسمك أنت. Her name اسمها هي. His name اسمه هو. A beautiful name. Beautiful يعني كتير حلو جميل. A beautiful name يعني اسم جميل. مين اسمه حلو؟ أنا؟ أنا اسمي حلو. وإنت شو اسمك؟ What is your name؟ إنت شو اسمك؟ What is your name؟ أساميكم كلكم حلوين لأنه نحنا كل واحد اسمه مميز واسمه حلو. Everyone has a name. يعني كل حدا عنده اسم. Everyone. Some are different. البعض أساميهم مختلفة. مثلا إذا أنا اسمي Grace حدا تاني اسمه لارا. مختلفين الاسمين. Some البعض. Some are different. Some are the same. أما البعض التاني فهني مثل بعض. في ناس تانين كمان اسمهم Grace. أوقات بلتقي فيهم بيكون اسمهم مثل اسمي. فإذا some are different, some are the same. Your name can be long. اسمك معقول يكون طويل. مثلا إذا قلت عبد الله. عبد الله اسم طويل. بينما إذا قلت أنا شادي. شادي قصير أقصر من عبد الله. Your name can be long. اسمك معقول يكون طويل. My name can be short. اسمي ممكن يكون قصير. بيخلص دغري. But our names, أسامينا, are beautiful. أسامينا كلهم حلوين ومميزين. And none is wrong. ولا اسم هو غلط. كلنا أسامينا حلوين. لازم نتمسخر على حدا أو على اسم حدا؟ أبداً. لأنه كل واحد مميز واسمه مميز. فإذن, a beautiful name. منعيدها بعد مرة. A beautiful name. Everyone has a name. Some are different. Some are the same. Name, same. عم يخلصوا بنفس الصوت. Name, aim, same, same. Your name can be long. My name can be short. But our names are beautiful and none is wrong. ولا واحد غلط. حبيتوها؟ هلأ خلينا نسمع الأغنية كتير حلوة مع بعض وأنا برجع لكم بالفقرة التالية. This is your ball, this is my doll, that is your bag, that is my tag. This is so fun, let us run. Under the sun and eat some bun. That is a bug, that is my mug. Give me a hug, standing on a rug. He is a dad, he is so sad because his lad lost his pad. This is so fun, let us run. Under the sun and eat some bun. وهلا أصدقائي open your eyes well. افتحوا عينيكم منيح. Open your ears well. وافتحوا دينيكم منيح. بدنا نقرأ مع بعض.
أنا نقيت نص كتير هين سهل، بدنا نقرأ سوا وبدنا نتهجى الكلمات مع بعض. نص طبعنا مؤلف من أربع جمل. The first sentence, the second sentence, the third sentence, the fourth sentence. الأولى، تانية، تالتة، والرابعة. أربع جمل. وكل جملة طلع شو قصيرة. The sentence is short. قصيرة. بدنا مع بعض نجرب نقراها. خلينا نبلش. منبلش بأول كلمة عندي هون، انتبهوا معي. TH. مين بده يتذكر معي كيف منلفظهم؟ TH. ذ. Excellent. ما تنسوا لما يكون عندي T وحدة H بلفظها ذ، مثل ذا. لما يكون عندي مثلا THE هيدي ذا. It's an article ذا، لفظت ذا. أما هون عندي ذا إس ذس، ذا إس ذس، هيدي the short I. إس إس ذس، هيدو من ورايي. This is verb to be. This is، هيدي انتو بتكون تتهجوها لحالكن. أول letter هو T. The letter T. T. O. M. Tom. Excellent. Tom. This is Tom. T. O. To. M. Tom. This is Tom. هيدا هو Tom. من كافي؟ ما رأيت معنا هلأ. Tom. Tom is كمان verb to be. A. Tom is a. B. O. Boy. Boy. The letter Y لفظت ي. Boy. فإذن Tom. Boy. This is Tom. Tom is a. Boy. من كامل؟ شو هيدي الكلمة؟ لازم تشوفوها دغري على السريع وتقولوها. Tom. منكمل عنا the letter H. ه بلفظها ه. ه آ ها د هاد هاد. Tom had a b a n bun. The letter U شو بلفظها؟ مثل umbrella، مثل umbrella شمسية. a umbrella لفظتها a b a بان بان، يعني كعكة. طلع هون. This is Tom. Tom is a boy. هو صبي. Tom had a bun. كان عنده كعكة. منكمل. Tom. T-O. Tom. خلينا نجرب نتهجى هيدي الكلمة. شو عندي هون؟ ب. ب. بيت. 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 بيت يعني عد أو أخذ كاتشة، بس بالباست تنس يعني بالماضي. بيت يعني أخذ، يعني قدم، يعني أكل بالماضي. توم بيت. هيدي شو؟ يلا بتعرفوها لحالكم. ذا. توم بيت ذا. ب أ ب ن بن. توم بيت the bun. فإذن شو عد Tom؟ The bun. عد أو كدشة عم يأكل منه. فإذن منعيد مع بعض يلا على السريع. This is verb to be Tom. Tom. Tom is a b o boy. Boy. فإذن بلش b o boy. Boy. Tom is a boy. Tom had h a had a b a ba n b a ba n.
توم بيت ب اي ت بيت ذا ذا ب ا بان ب ا بان هين كتير سهل النص. مين عرف يقرأ معي يرفع ايده. اكسلنت، هذا النص كتير هين صار لازم نعرف نقرأ لحد هلأ. إذا كنتوا عم تدرسوا منيح معي يعني أكيد عرفتوا تقروا. هلأ عندي كم سؤال عن النص. Are you ready؟ هل أنتوا جاهزين؟ خليني بلش بأول سؤال. أول سؤال بيقول questions، الأسئلة. أول سؤال بيقول Who is this؟ Who is this؟ عمين عم نحكي نحنا؟ Who is this؟ مين هيدا؟ منجاوب؟ طلعوا بأول جملة. This is Tom. عم نحكي عن توم. عمين عم نحكي؟ Who's this؟ This is Tom. فإذا بنقلها بكتبها This is Tom. Point. ما تنسوا نقطة. تاني سؤال. What did Tom have? شو كان عنده توم؟ What did Tom have? Tom had a... شو كان عنده توم؟ شو هيدي؟ Tom had a... bun. Very good. برجع بكتب الجواب. Tom بلش بتوم had a bun. فإذا what did he have? Tom had a bun. ثالث سؤال. Who bit the bun? Who bit the bun? تتذكروا شو يعني bit؟ يعني عضة أو أخذ كاتشي منا مثل ما منقول نحنا. أخذ قدمة. Who bit the bun؟ مين؟ مين يلي أكل من الكعكة؟ توم. توم bit the bun. فإذا أنا عم بسأل عن الفاعل. مين يلي عضة أو مين يلي أكل منا؟ عم بسأل عن اللي عمل الفعل. الفاعل Who bit the bun؟ مين هو؟ أكيد توم. توم bit the bun. هودي هني الأسئلة. شفتوا شو سهلين؟ فإذا This is Tom. هيدا توم. Tom is a boy. Tom هو صبي. Tom had a bun. شو كان عنده؟ كان عنده الكعكة. Tom bit the bun. Tom bit the bun. أول سؤال كان Who is this؟ سألت أنا Who. لما استخدم Who بكون عم بسأل أنا عن الفاعل. Who's this؟ عن مين عم نحكي نحنا؟ عم نحكي عن Tom. This is Tom. بالسؤال التالي تطلعوا شو سألت. Who bit the bun؟ مين يلي أكل أو مين يلي عضى للكعكة أو أخذ قدمة منا؟ مين؟ مين الفاعل؟ مين يلي عمل الفعل؟ عم بحكي عن توم. توم هو الفاعل. هو هون عم تسأل عن توم. مين يلي أكل أو أخذ قدمة منا؟ توم. توم bit the bun. أما هلأ أصدقائي بدي يكون تركزوا على كم شغلة صغيرة بالنص. طلعوا عندي هون بأول جملة This is Tom. مين بيتذكر أنا لشو بستخدم this؟ أخذناها بالحلقات السابقة. مين بيتذكرها معي؟ this 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 لما أكون أنا this لما أكون عم دل لما أكون عم دل على شغلة مفرد. مفرد يعني عدد واحد. قول this أو that تتذكروا؟ بينما إذا عندي جمع أنا
شغلتين أو أكثر، أو إنسانين أو أكثر، أو حيوانات حتى، بقول these and those. تذكرتوا هيدا الدرس؟ هلأ عندي أنا this بستخدمها لحتى أشير. بيرجع عندي is، وين الفيرب بهيدي الجملة؟ وين الفعل؟ طلعوا this، هذا أو هذه، هل هي فعل؟ بتدل على عمل معين؟ لا أكيد. توم، هل هو فعل بتدل على عمل معين؟ كمان لا. توم هو اسم، it's a noun. is، هل هو فعل؟ is it a verb؟ yes. أي verb أخذناه من قبل؟ ببلش ب I am، you are، he is، she is، it is. verb to be، عندي هون verb to be، فإذا is هون هي verb to be. This is Tom. تاني جملة، Tom is a boy. نحن إلا لحتى تكون الجملة صحيحة وتامة لازم يكون فيها فعل ولازم تعطي معنى تام. شوفوا لي بتاني جملة، هل عندي أنا فعل؟ هل عندي أنا فعل بتاني جملة؟ طلعوا منيح. Tom is a boy. Tom هو اسم إنسان منو فعل. Boy كمان اسم منو فعل. باقي عندي A. A أكيد منو فعل. بيرجع عندي is يلي هي verb to be. بما أنه عندي is أنا يعني عندي فعل بالجملة. زبط أول شرط. تاني شرط، تعال شوف إذا إلها معنى. Tom is a boy. Tom هو صبي. هل فهمتوا المعنى؟ أكيد. فإذا هيدي جملة تامة. نحن هودي كلهم الدروس أخذناهم من قبل وعم نجرب نتذكرهم مع بعض. منكمل. Tom had a bun. كمان وين الفعل هون؟ Where's the verb؟ Tom اسم، bun كعكة كمان اسم شيء، a منا فعل، had مين بده يقول لي had أي verb؟ had it's verb to have بالpost tense. شو رأيكم؟ بما أنه اليوم قريناهم مع بعض، تعالوا نتذكر وما رأيت معنا هاد، تعالوا نتذكر verb to have قبل ما نختم حلقتنا. جاهزين؟ فإذا رح أكتبه هون على السريع. بلش بالpresent tense. قول I have، you have، she وهي وإت شو بحط معهم؟ has، we have، they have. أما إذا بدي حطهم بالباست تنس يعني شي صار بالماضي، كيف بيتغيروا؟ كلهم بصيروا نفس الشي، بحط had. إذا بالباست تنس قول I had، you had، he she it. بغيرها شي بقول has؟ لا، بالباست تنس بتضل had. had we had they had. فإذا أصدقائي إن شاء الله تكونوا استفدتوا اليوم معي. أنا كنت بدي أشوف اليوم إذا صرتوا تعرفوا تقروا معي. هيدا النص كتير صغير وسهل، إن شاء الله تكونوا نقلتوه عندكن على الدفتر، جربوا تتمرنوا عليه كتير منيح لحالكن، ورجعوا عملوا مراجعة مثل ما عملنا سوا لـ verb to have. وما تنسوا أخذنا تذكرنا مع بعض عن this، تذكرنا verb to be كمان، وأخذنا بعض الأسئلة، استخدمنا هو تنسأل عن مين، who's this، من، what، ماذا، what did Tom have، شو كان عنده، ماذا كان توم يملك. ما تنسون أصدقائي تدربوا عليهم منيح. أنا هلأ إجا الوقت حتى أودعكم وبشوفكم بالحلقة المقبلة. باي. بان sun، run،
fun. Boy. Girl. I am back to school, I am back to school. We write, we read, we share and eat. We paint, we draw, we play jigsaw. I love my teacher, I love my school. I love my teacher, I love my school. I am back to school, I am back to school. We write, we read, we share and eat. We paint, we draw, we play jigsaw. I love my teacher, I love